أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نوردين بدوي على لقاء حول تعزيز مكانة المرأة في المجالس المنتخبة. اللقاء الذي يندرج ضمن التعاون بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة استعرض فيه وزير الداخلية المكاسب المحققة للمرأة في الجزائر بفضل القوانين المستحدثة والإصلاحات الأخيرة، مذكرا بالمنح التصاعدي الذي أخذته مكانة المرأة بالمجالس المنتخبة والمناصب السياسية. هذا وأعلن نوردين بدوي عن مسابقة وطنية لأحسن منتخبة ستنظمها مصالح الداخلية سنويا، داعيا المرأة الجزائرية إلى المشاركة وبقوة في الاستحقاقات القادمة. هذا المجال الأخير، مجال القيادة السياسية، قد تكرس بقوة منذ مجيء فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فنجد اليوم المرأة الوزير والمرأة الوالي والمرأة رئيسة الدائرة وغيرها من إطارات هذه الأمة الشابة. ضف إلى ذلك اقتحام المرأة للمجال السياسي من أوسع أبوابه، فهي اليوم نائب عن الشعب ورئيسة بلدية ومنتخبة محلية وناشطة سياسية. هذا ما بوأ الجزائر مراتب متقدمة في مجال تمثيل المرأة السياسي على مستوى المجالس المنتخبة، بل المرتبة الأولى على المستوى القاري والجهوي. إن تكريس دستور 2016 لحقوق المرأة ما كان ليتحقق لولا العزيمة الراسخة للسيد رئيس الجمهورية الذي يؤكد كل مرة على صون هذا المكسب. ففي رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة دعا الجميع للاحتكام للدستور